هذا ذكر ولا انثى هذا الجندره؟ وينك يا الجندره؟ هذه انثى عمرها 10 سنين بالغه راح تكسر في الحطب. لو جارهم فيه رجال وعمره 10 سنين على طول يا حبيبي يشوفون بيت فاضي يقولون لها الجندره زواج والف الصلاه. طبعا على طول يا حبيبي تكاثر وعلى طول يحطون لك من درزن العيال. فانت يا حبيبي سرفايفل عندك مصدر اكل محدود، ودك شوي يعني يضبط الاوضاع حبه حبه، فلا تستعجل. يعني العماله هو نفس ما تقول قلب هذا اللعبه، انك دائما تكون موفر حاجتك منهم لا زياده ولا نقصان، تمشي الامور كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في سلسلة عظيمة بإذن الله راح تكون في هذا القناة. إذا كنت تحب ألعاب السرفايفل أو ألعاب البناء وتخطيط المدن والروقان وما تعرف هذه اللعبة، صدقني لقد وقعت في الكمين عزيزي المشاهد، وهذه راح تكون بداية إدمان لك، وراح استعرض لكم جميع التفاصيل بإذن الله في هذه الخمس دقائق. هذه الحلقة الأولى حبيت أنها تكون تعريف عن اللعبة وشرح، بحيث أنك عزيزي المشاهد لو حبيت أنك تلعبها ممكن أقدم لابتوب في البيت عندك يشغل هذه اللعبة، لأن حجمها جدا صغير وراح تكون أسرع لعبة تتحمل في حياتك لأن حجمها تقريبا 200 ميجا. ولكن صدقني حجمها لا يغريك، هذه اللعبة فيها تفاصيل ومشاكل وتطلع لك من تحت الأرض وتقول لك يلا حبيبي سيرفايف، رويني مهاراتك، رويني موهبتك في السيرفايف والتخطيط. بانشت او المنفيين او المطرودين ما يهمنا وش كانت خلفيتهم، ليه انطردوا او ليه انسحب عليهم، كل اللي يهمنا انهم في رقبتنا الحين او في ذمتنا ان نضبط اوضاعهم على مر السنين من قبل لا يموتون جميعا من المجاعة وغيرها من المشاكل الكثير اللي راح تشوفونها باذن الله. طبعا اكبر مشكلة راح تواجهها ان الوقت تحسه دائما يداهمك، لان الجماعة هذول لهم اعمار يبدون من سن العشرة سن البلوغ يمديك تشغلهم لين السبعين سنة أو الثمانين سنة ويموت. فأنت لازم تكون حاسب حساب هذا الشيء وتستغل وقتك استغلال صحيح ضد المجاعة وضد الأجواء اللي راح تشوفونها في الشتاء. طبعا موجودة أربع فصول ولكل فصل له ميزاته وسلبياته، مثلا من ناحية الزراعة من ناحية الأمور مثل ما قلت لكم فيها عمق. ما ودي أطول مقدمة أكثر، هات قهوتك يا عزيز المشاهد ومرحبا بك في سلسلة عظيمة مثل ما قلت بإذن الله، سواء إذا حبيت تعيش تجربتك بنفسك أو تشوف تجربتي أو معاناتي مع هذا الشعب. نقول بسم الله. أول شيء المودز يا شباب، هذا أنا أعتبره بانشت 2، ولا تلوموني إذا حطيت في العنوان الجزء الثاني من بانشت. هذا المود فيه شغلات كثير راح أستعرضها لكم، ما هي بإجبارية، تثقل اللعبة شيء بسيط لكن تحسن الجرافكس بشكل أسطوري وتضيف لك خيارات كثيرة لكل مبنى وأشكال مختلفة. وخلنا نقول نيو جيم. طبعا أول شيء راح أسويه راح أغير اسم المدينة إلى المطلوبين وانتد، سبحان مغير الاحوال، قبل شوي كانوا مطرودين والحين صاروا المطلوبين. هذه اعداداتي راح اخليها فيري لارج والاجواء اخليها ملد. الديزاستر ما انصحك انك تخليها اون، كوارث خصوصا لو كنت جديد على اللعبه. وهنا الصعوبه راح اخليها ميديوم، الحين الميديوم راح ابتدي بخمس عوائل. ممكن تختار اي شيء ثاني يخليك تبدا بشخصين بس وتصعب على نفسك اكثر. حتى هذه الصوره الظاهر انها بسبب المود وفيه نغمات كثير راح تسمعونها او موسيقى. اذا اول مره تلعب هذه اللعبه انصحك مره واحده العبها من غير المود حتى تعرف الفرق الشاسع وتعرف خفه اللعبه من ثقلها مع المود وتعرف المميزات اللي انضافت بسبب هذا المود. صح راح يثقل اللعبه شيء بسيط ولكن صدقني شيء يستاهل. اللعبه يا شباب هذه قصتها ما لها قصة، يعطونك هذا العوائل، أهم شيء نفس ما تقول تحافظ على نسلهم، إنه ما يموت عليك الجميع. حي الله المنفيين، حي الله المطرودين، شوفوا بينهم أطفال، ليه انطردتوا يا سرافيتوا وإيش سويتوا؟ هذا الماب يا شباب مثل ما تشوفون، يا ساتر، يا ساتر، يا رجل البحيرة هذه خذت الماب كله، ولكن ما شاء الله اثنين مش واحد. هذه صراحة عجبتني تطلع هنا، ممكن نخلي الصيادين في هذا المكان. إذا قربنا هذيك المنطقة خلنا نشوف وش عندنا. طبعا هذه الخمس عوائل يا شباب مثل ما تشوفون ملابسهم بسيطة ما عندهم شيء. أول ما راح تبدأ يكون عندك هذا المخزن، هذا المخزن فيه له الطعام وهذا المخزن اللي فيه له الخشب والحديد، يعني السواليف هذه اللي تكون معرضة للأجواء. في المخزن حاليا ابتدينا ب 1800 بطاطا هدية من اللعبة و40 من الأدوات اللي راح يستخدمونها في تكسير الصخور وتجميع المواد اللي موجودة. مثل ما تشوفون الرمو في هذه المنطقة، دبروا حالكم، طبعا الموضوع عندي راح أضبطهم، وفي 30 جاكيت. أول شيء راح نفتح القوائم هذه، الأول والثاني والرابع أو الخامس. الخامس بيطلع لك خيارات كثير إذا تلعب بالمود، أنصحك بهذا. هذا اللي أنا متعود عليه صراحة. هذه الثلاث شغلات اللي تهمك حاليا في اللعبة. طبعا اللعبة هذه فيها مواسم،
طبعا من اهم الشغلات هنا انك تنتبه للموسم اللي انت فيه. هنا مثل ما قلت لكم فيها اعمار لكل سنه مقسمه 4 مواسم مثل ما تعرفون، سبرينج اللي هو الربيع، وبعده بيجيك الصيف، وبعده الخريف، وبعده الشتاء. هذه الاربع مواسم لكل موسم في له مشاكل او ايجابيات، وراح تشوفونها مع اللعبه. ما ودي اعقد الامور، الشغلات بسيطه يبغى لها بس شويه تركيز في البدايه وبعدها تدرك الامور. هنا عدد السكان مثل ما قلت لكم 5 عوائل تحتوي على 10 بالغين و5 اطفال، وهنا 0 اللي هم الطلاب. لو بنيت مدرسه بيبدون ال5 اطفال هذول يتحولون الى طلبه. وش رايكم نبتدي اللعبه ونخليهم يجمعون شويه مصادر هنا على بال ما اكمل الشرح. هذه منطقه مناسبه، بيمدينا نحط صياد في هالمنطقه مثلا، فبخليهم ينظفون لي هذه الاماكن ويجمعون لي المصادر اللي نحتاجها. من اهم الشغلات انك تركز في بدايه اللعبه على الاكل. انا دائما يوم العب هذه اللعبه اركز على مصادر الاكل. القوائم هذه يا شباب مثل ما تشوفونها جدا كبيره. انا فاهم اللعبه بالنسبه لي ما تعقدني، لكن متاكد كشخص جديد على اللعبه راح يتعقد بكثر التفاصيل الموجوده. عشان كذا انصحكم برضو ان تبدون بالمود العادي عشان تكونون بالصوره. اذا ما ركبت هذا المود كل الخيارات اللي عندك هذا 1 2 3 4 5 6 تقريبا 6 الى 7 هذا بس اللي راح يكونون موجودين عندك في هذه المنطقه بس هذا. فمن ضمن هذا المود والجميل في هذا المود انه ضايف لك مجموعه مودات كلها في هذا المود. عشان كذا شفتوا البارت 1 2 تقريبا 7 بارتات. فهذا الحاله مود، شوفوا نفس الاشكال هذه، نفس الاشكال موجوده هنا، والاحمر هذا مود، والاحمر الثاني او البرتغالي مود، والاخضر مود. كل واحد له ميزاته. مثلا البيوت هنا هذا الشخص المطور سوالك اشكال، وهذا الاحمر سوالك اشكال بيوت ثانيه، وكل واحد يعني ضبط لك امور. فعشان لا نعقد الامور انا راح اركز على اللي موجود عندي هنا، وهو عباره عن مكس بين الجميع عشان نتنقى ونزين المدينه واشكال جميله، يعني مجرد زينه لا اكثر. كلها تخدم نفس الغرض، يعني نفس المبنى تحصل منه 10 اشكال، وكلها راح اتطرق لها مجرد ما نحتاج هذا الشيء. يعني مثلا الحين انا قلت لكم راح نبدا بالاكل، نيجي عند التفاحه هذه اللي هو الفود برودكشن، صناعه الطعام. عندك خيارات كثير، انا ودي مثلا بالصيادين، علامه السمك هذا، جينا الصيادين برضو عندك مباني له كثير. راح ابتدي باول واحد هذا الصياد، نقربه من المدينه شوي، ممكن بعدين نضيف ثانيين. اعطيتهم امر البناء. امر البناء يا شباب هنا القائمه هذه راح اشرحها الحين. عندي 10 عماله مثل ما قلت لكم، 10 بالغين. هو نفسه العامل هذا يصير مهندس او يصير مزارع او غيرها من الوظائف، حداد، ما في شيء اسمه والله يا حبيبي انا دكتور مثلا. بس هو نفسه الشخص اقول له يا حبيبي تبغى تعيش ولا لا؟ يقول لي ايوه، اقول له يلا روح اشتغل مزارع. ونفس الكلام على الحداد وجميع الوظائف، يعني هم العشر اشخاص كل ساعه تفرقع واحد في وظيفه المساكين، وما عندهم اي اشكاليه طبعا، هم موافقين، واي واحد مش موافق طبعا البحيره هذه يا كبرها ولا يختار الثانيه اللي تحت، ما في جدران هنا يصفق فيها، ولا عنده جدار المخزن هذا. فالامور مستتبه وكلهم راضين، وشغلات جميله تشوفون المصادر وهي تتجمع وتنحط في هذا المكان او تجي للمخزن بعدين من عند الصياد. فبس خلونا نخلص تجميع المصادر ونسرع الوقت حبتين، نخلي مثلا ضربه 2. ما انصحكم انكم تسرعون الوقت لانه فجأة كذا تطلع لك مشاكل، تحس انك مدرك الوضع وكل شيء تمام، فجأة يموتون من شغلة مجاعة ولا أي شيء، خلص الأكل، مات الصياد، وصل عمره 80، ما دريت أنت، ما بتلحق، طبعًا مع تقدمك في اللعبة فالأمور تتلخبط شوي. من أجمل الأزرار في اللعبة هذا الزر، أنك تيجي تعطيه أولوية. مثلًا الحين أنا أقول لهم أعطيتهم أمر تجميع مصادر، بس أنا أولويتي هنا، راح أجي أختار هذا وأمسك أي نقطة من نقطة المبنى واقول لهم انكريس حتى لو مربع واحد. حلو، الحين تركيزهم كله راح يكون هنا، بيتركون تجميع المصادر. هذا شوف تقريبا انه توجه الى على طول، هذا وانا مش مسرع الوقت على طول جاء هنا. فهذه من جماليات اللعبه. شوف هذا المكان تنبيهات، يقول لي ستورج للخشب مليان، كسروا خشب كثير، فيقول لي قرب انه يتعبى مثل ما تشوفون. فنروح الحين نعرفكم على القائمه الثانيه اللي هو الستورج او المخازن. المخازن ينقسم نوعين مثل ما قلت لكم، للاكل او للخشب والايرون والستون. الحين انا ودي بالستوك بايل هذا، راح اختار اول واحد، ما ودنا نعقد الامور، نضيف خانه ثانيه، ممكن نضيفها في هذه المنطقه الثانيه بحيث تكون اقرب للجميع. هذا كان حجمها 4 في 1،
4 في 6 راح نخليها نفس الحجم عشان الشكل بس الجمالي. بعدين هنا في شارع ما انتبهت له. دقيقة نكنسل. الكنسلة من وين؟ كنسلة من هنا. نيجي نختار كنسلة مباني، تختار توقع، مش لازم المنطقة كاملة، نفس الشيء. وهذه 6 في 4، وخلينا مساحة شارع في هذا المكان أو ممر للعمالة. على طاري الشوارع راح أعرفكم بالشوارع، هذه قائمة الشوارع. خلصنا تقريبا، لا البيوت لسه ما جيناها. نيجي نمسك الديرت رود، هذا أبسط شارع موجود في اللعبة. طبعا كل ما طورت الشوارع، بعدين الحين حاليا رملي، تقدر تحط الستون الحجري بالطابوق تقريبا البريك، وكل واحد يكون أسرع من الشارع اللي قبله. طبعا ما يحتاج أقول لكم فائدة أن العمالة يكونون سريعين ويتنقلون بين المصادر. طبعا هذا أعطيتها أولوية يا شباب. حاليا أول شيء كانت في شجرة واحدة في هذا المكان، واحد من واحد زالوها، وبعدين قربوا الخشب 30 من 30، وبعد الحجر 16 من 16. شوف كيف جمالية، خلنا ننزل الكاميرا شوي، شوف جمالية المبنى وهو ينبني. هذه من أجمل الشغلات اللي في اللعبة، تشوف فيه حياة، تشوف فيه أمطار، تشوف فيه شتاء بعد شوي بيجي بجلدنا ولسه ما بنيت البيوت. اللي ودي أوصله في هذا النقطة أن العمال الحين خلص شغلهم، ناقصنا مهندس، فواحد من العشرة راح أضحي فيه وأقول له مش أضحي فيه، يتبرع ويكون مهندس متعلم، مش متعلم دبر نفسك صير مهندس تعال ابني. فالحين مجرد ما أعطيته 1 من 10، حاليا هو يقول لي في 2 شاغر الاثنين مهندسين في مدينتك، هذا بس رقم تعريفي اللي يجيك جنب الوظيفة. فأنت باختيارك ودك تحط 2 مهندسين بيجون يفرمون هذا البيت سريع سريع ويخلصونه، لكن أنا مش مستعجل عليه، أو خلنا نقول 2 من 2 بحيث أنه يجون يبنونه سريع، لأني حسيت أني تأخرت شوي. الشغلة الثانية البيوت، عندك بيوت خشبية ممكن تبدأ فيها، هذا اللي جاي مع اللعبة ستوك، إذا ما ركبت المود راح تضطر أنك تبني هذا. أنصحك أنك تطوره بعد فترة بسيطة إلى الستون هاوس بحيث التدفئة تكون فيه أكبر، لكن طبعا تكلفته تكون صعبة. الحلو في هذا الموضوع إذا بنيت هذا البيت بعد ما ينبني فيه زر راح أرويك إياه تقدر تحوله إلى الستون، ما يحتاج تدمر نفس المبنى. هذه نصيحة بالنسبة لي، أنا مركب مودي يا شباب تعرفون، في بيوت عاجبتني ودي أبنيها، فما عليكم الخيارات، هذه عبارة عن متاهة شوي، لكن أنا عارف وش جالس أسوي. أول شيء يا شباب، أنا عن نفسي صراحة أنا أحب خطط المدينة، فبختصر لكم شوية من الوقت، هذا بشكل بسيط. بالنسبة للبيوت أنا ودي أختار هذا. البيوت ضروري جدا أنها تكون قريبة من مصدر البناء أو مصدر العمل، لأنه كل 5 دقائق يروح يأكل في بيته، يروح يطمن على عياله، فضروري أنك تنتبه. طبعا واحد من المودات عاجبني هنا اللي هو ريكت أو ريد كيتشب اسم المطور، أنه عنده بيوت كذا حق الشواطئ مثل هذا، تحسونه ينفع كذا حق الصياد، في أشكال رهيبة كذا عجبتني صراحة، ممكن نبنيها للصياد. هذا أول بيت، نبني بيت ثاني هنا، نبني لأنه بتكون في شغلات قريبة. خلصنا أول بيتين، تلاحظون جتني علامة استفهام على هذا البيت، يقولون لي يا حبيبي من اللي بيشتغل صياد؟ الوظيفة هذه تتطلب 4 في هذا المكان، 4 أشخاص عشان تشتغل 100%. نفس الكلام إذا جينا لهذا القائمة، خلنا ندور الصيادين الصيادين الصيادين، هذا هو الفشر ما نفس الشيء 4. فالرقم هذا اللي تشوفونه 0 من 4 هو نفسه هذا 0 من 4، ما تحتاجون هذا القائمة في توزيع العمالة. فأنا بقول حول لي 2 صيادين في المدينة و2 يشتغلون في هذا الفرع، 2 من 4، هذا توتل 2 في العالم كامل، وهذا 2 من 4 في هذا المكان. في شغلة جميلة طرت لي هنا اللي هو الفود ليمت، هذه من أهم الشغلات برضه. صح أني قلت لكم هذا المهم الأول وهذا الثاني اللي يقولنا أي تنبيهات في هذا المكان، وهذا الماب طبعا تختارون السايز اللي تريدونه إذا ودكم ما شاء الله تشوفون الماب اللي احنا فيه. المهم في هذا الماب أهم شغلة أنك تعرف المرفأ اللي بعد شوي راح أبنيه أنه يكون مطل على الشارع الرئيسي اللي يوديك على حلو الشارع البحر، يعني اللي يوديك للعوالم الأخرى. ليه؟ لأنه يجونك تجار يشترون من عندك، فإذا حطيت السوق حقي في هذا المكان وهذا البحيرة مسكرة ما حد راح يجيني، فبضطر أني أجي في هذا المكان من العالم وحط مثلا المرفأ عندي هنا وتجيني السفن التجارية. السفن التجارية لها ميزات كثير، يجيبون لك حيوانات من برا تصير تربيهم أو بذور تزرعهم، تفاصيل كثير راح نشوفها قدام إن شاء الله. فاللي كنت أقول لكم إياه الفود ليمت من أهم الشغلات اللي هو هذا، هذا عرفتوه، أي مبنى مستعجل عليه تعال أشر عليه. لكن اللي على يسار هذا الفود ليمت، خلنا نسكر الماب، الفود ليمت سلمك الله يقول لك مثلا الحين الفيشرمان، الفيشرمان هذا يجيب مصدر أكل، فممكن أقول لهم الأكل وصلوا لي إياه إلى
كم حاليا عندنا؟ 1700. خلنا نقول مثلا 1000. حلو حلو. مجرد ما ادخل هذا الرقم الفود ليمت في المدينة هيكون 1000. انا حاليا طبعا 1700. ايش اللي بيصير؟ خلنا نشوف. مشيت الوقت، خلنا نعطيهم اولوية البيتين اللي بنيناهم هنا. اول شيء كلهم يطالبون بيوت تقريبا، خايفين من الشتاء، بس لسه احنا في فصل الربيع، الامور ان شاء الله طيبة. شوفوا طلعت العلامة هذه، العلامة هذه ان الاكل وصل الليمت حقه، فخلاص ما بيشتغلون صيادين. طيب بتقول لي هذا الاثنين صيادين ايش بيصيرون؟ بيتحولون الى عمالة. شوفهم هذا لهم صيادين بيودون السمك بيحطونه في المدينة، وبعدها راح يتحولون الى وركر. فاللي ابا اوصل لك اياه يا عزيز المشاهد، اذا حطيت مهندسين او حطيت فرقعت العمالة في كل مكان وما عندك عمالة كافية، بقى هنا عندك صفر، بتلاحظ انه ما زال الشغل عندك وما زال الناس يقصقصون. من هذا اللي يقصقصون؟ هذا الناس انت حطيت لهم ليمت في وظيفتهم وتعدوا الليمت حقهم. فمثل ما تشوف هذا هو تقريبا الصياد لابس ازرق، تقريبا لو امسك عليه هذا هو وظيفته، فيش مان وعمره 14 سنة ومعاه التولز، اموره طيبة. فبتلاحظ انه واقف كذا، لكن لو اعطيتهم امر يقصقصون مثلا الشجر اللي موجودين في هذا المكان، راح على طول مسك الفاس حقه ورايح يكسر. نفس الكلام ينطبق على المهندسين. المهندسين الحين نفترض انه ما عندهم البيتين هذا اللي يبنونهم، او المصادر اللي يحتاجونها عشان يبنون هذا المكان لسه ما اكتملت، فبيصيرون عمالة، يروحون يجيبون المصادر ويقربونها، بعدين طق يتحول الى مهندس. فهذا شيء جدا جميل في اللعبة وموفر لك الشغل. هذا اول بيت يا سلام انبنى. اللون متعوب عليه صراحة. شوف الاشجار الجميلة هذه في المود. طيب برجع لكم على موضوع المود، من اجمل الشغلات اللي فيه غير تحسين الجرافيكس بشكل كبير واضافة الاشجار الملونة هذه، فيه ميزات كثير، من ضمنها انا صراحة اللي عجبتني هو فيه غش تقريبا نوعا ما، ولكن مثلا انت بديت في عالم ثاني في ماب ثاني خرب عليك هذا التل، ممكن تشق فيه طريقك كذا، تبني بيت في وسط هذا المكان، يعني من الادوات المفيدة صراحة. بعض الاماكن تكون عندك صراحة مخربة عليك، في طلعة كذا في وسط المكان ما تقدر تبني، وانت راس بيوت وعاجبك هذا المكان، فنفس الشيء الاداة راح تفيدك في هذه المناطق، تساوي لك الارضية، حتى لو كان في جبل تمسح لك اياه وتخلي لك اياه متساوي. فمثل هذه الادوات والتطوير شيء رهيب. ولعلمكم يا شباب، هذه اللعبة طورها شخص واحد فقط، من بعده جو المطورين واستلموا اللعبة وكل واحد ينزل لك مثل هذه المودات الطيبة، وخلوا اللعبة تعيش سنين، يعني لين اليوم يلعبونها كثير في ستيم آلاف بسبب المودات هذه، كأنها لعبة جديدة حرفيا. أنا أحب هذه البيوت صراحة. إذا ودك ومثبت هذا المود، تعال للثيم بعدين اختار هذا وهذا واختار البيوت. البيوت هذه مكونة من ثلاث زوايا، زاوية اليمين تلاحظون البيت كذا محذوف، وزاوية الوسط وزاوية اليسار. هذا واحد، ونختار الوسط نفسه، ايش كان اللون؟ تقريبا هذا اللون كان، والثالث يكون جهة اليسار. طبعا تقدر تضغط F وتغير معك الاشكال. هذه ثلاث بيوت هنا، هذا رهيب صراحة، ممكن احطه بعدين. من الجهة المقابلة هذا الوسط وهذا اليسار. في شباك ولا ما فيه؟ خلها ابو شباك. وهذا اليمين. راح ابتدي بهذه الست بيوت في هذه المنطقة. طبعا يا شباب موضوع البيوت جدا جدا انتبهوا عليه، وراح اقول لكم بعد شوي ليش. خلنا نزيد مصادر الاكل لان الصياد الحاله ما يكفي، حاطين اثنين صيادين مخلي اربعة، تركيزي على الاكل في البداية. نيجي على المصدر الثاني اللي هو فود برودكشن، نيجي للهنتر. وينك يا هنتر؟ الهنتر كابين هذا يباله مساحة الحالة كذا ما حد يزعجه، كذا في زاوية تشوفون الدائرة هذه، يجلس يتصيد في ذيك الحيوانات الغزلان وهذا، ويجيب لك الغنايم اذا حطها في الاستورج. ضروري انك ما تزعجه وما تحط بيوت كثيره او مصانع في هذا المكان، لان المصانع والامور هذه تشرد الحيوانات، فانتاج الهنتر راح يضعف. فتخيلوا معي التفاصيل. الليمت كاب هذا برفعه، بخليه 5000، بس هذا كان مجرد شرح. الاكل وصلوا لي 5000، وبعدها راح نشوف المصادر الثانيه. شوف البيوت يا سلام بدت تخلص. حاليا مصدرين اكل بنينا، الهنتر هذا بعطيه اولويه. طبعا ودنا نبني له بيت صغيرون على قده، ميني هاوس، هذا متطلباته اقل، ينفع للهنتر مع الخلفيه هذه. هذا اللون عجبني، حسه مناسب للهنتر. وينك يا هنتر؟ شوف الحيوانات، شوف الحيوانات. في شخصين يقولون لي ما عندنا بيوت، بس ما عليه حضبطهم ان شاء الله، هذا اللي بيكونون عائله الهنترز. انا ضيعت مبنى هنتر، لكن لو اختار الاولويه يطلع لي اياه. هذا هو المكان، خلنا نبني جنبه شارع
عشان نصير نميز المكان سيده نوصله بهذا. هذا طبعا بيكون شارع رئيسي خلنا نقول، فبدبله يصير مثلا 2. مبنى هنتر كان فيه 13 شجرة شلوها، باقي الستون اللي هو الحجر يقربونه. سامحوني نسيت ما اشرح هذه التفاصيل. هذا الخشب وهذا الحجر وهذا الايرون، هذه اهم الثلاث شغلات اللي تبني فيها المباني. بعدها تجيك التفاصيل ينضاف عليها مثلا واحد من هذا اللي هنا، ما يهمونك كثير، ما ودي اعقدك. مجرد ما نوصلها ان شاء الله راح ارويكم. هنا الفاير وود هذا راح ابنيه الحين. هذا وش يسوي؟ هذا بعد ما يقصون الخشب ويحطونه في الستوك بايل، هو يجي يقصهم صغار ويحولهم الى حطب، يصيرون يقدرون يدخلونهم بيوتهم ويطبخون او يتدفون فيها مثل ما تشوفون بالدخان. فالفاير وود ضروري انه ما يخلص علي، خصوصا ان السمر اللي هو الصيف قرب يخلص وقرب الخريف والشتاء، فلازم لازم لازم استعجل في الفورستر او ايش كان اسمه، الفورستر صح ذكرته. هذا وش يسوي؟ هذا ترميه في مكان مثلا خلنا نقول هنا. هذا اللي راح يسويه طويل الاعمار، شغلته بس انه يجلس يقص في الاشجار وفي نفس الوقت يجي يزرعها مره ثانيه. مكان احسها غلط يا اخي. نكنسله ونقول له تعال هنا، هنا المكان مناسبك اكثر. طبعا هذا بعد ما يقصقص لازم اخلي له ستوك بايل جنبه اللي هو يحط فيه الحطب، نفس هذا اللي رويتكم اياه هذا. بس ودي اتفنتك بحركه اخويكم اياها، مثلا الستوك بايل اللي يكون قريب منه امطه لين هنا، وبرويكم الميزه في هذا الشيء بعد شوي. هذا يصير شكله زي شارع لكن يرص فيه الخشب، فهو اول ما يقصقص الخشب ويرجع يزرعها من جديد راح يرصهم في هذا المكان، يبتدي من هنا لين ما يتعبى الستوك بايل هذا. فهو يوم يبدا يرص هنا عمالتي يكون قريب عليهم الخشب، لان بناءنا حاليا تركيزه في هذه المنطقه، فبدل يضرب هذا المشوار العامل في كل مره نقدر نوفر له ونخلي نص المسافه على الفورستر نفسه انه يرصه في هذا المكان. وهذه حركه راح تشوفون فائدتها بعدين، لان مساله الوقت هي من اهم الشغلات اللي تهتم فيها في هذه اللعبه. تحاول توفر وقت قد ما تقدر. توني انتبه لاني مغطي كنت شاشه التنبيهات، ما فاتتكم تنبيهات كثير، كلها ثلاث تنبيهات. يقول لي أليجندرا وصل سن البلوغ اللي هو 10 سنين. وينك يا أليجندرا؟ في احد البيوت، هذا هو سن البلوغ 10 سنين، فتحول الى عامل، فبتلاحظون انه صاروا 11. مسألة البيوت يا شباب لابد انكم تنتبهوا لها. نصيحتي، اهم نصيحة، لا ترص بيوت اكثر من حاجتك. اول شيء تأكد انك موفر للجماعة هذا الاكل المناسب. ليش؟ بتقول لي بدعس في البيوت، بوفر لكل واحد سكن وفوق حاجتهم وبرص البيوت، ومتى ما وصلوا سن البلوغ او تكاثروا ينتقلون الى البيت الجديد. طبعا مثل ما تلاحظون يا شباب سن البلوغ في اللعبة، يعني المخرج عاوز كذا، عرفت؟ هم مختارين ان 10 سنين الرجال قده بالغ ويدور على الزواج. طبعا هذه نكبة بالنسبة لنا. ليش نكبة؟ لان لو كانت في بيوت فاضية وبنت جيرانهم سنها وصل فوق 10، هذا ذكر ولا انثى؟ هذا الجندرة، وينك يا الجندرة؟ هذه انثى عمرها 10 سنين بالغة راح تكسر في الحطب. لو جارهم فيه رجال وعمره 10 سنين او بالغ خلنا نقول عمره 10 سنين، على طول يا حبيبي يشوفون بيت فاضي يقولون لها الجندرة يلا هبينا زواج. والف الصلاة والسلام، والله حرفيا هذا اللي يصير. طبعا على طول يا حبيبي تكاثر، وعلى طول يحطون لك من درزن العيال، فانت يا حبيبي سرفايفل، عندك مصدر اكل محدود، ودك شوي يعني تضبط الاوضاع حبه حبه، فلا تستعجل. يعني العماله هو نفس ما تقول قلب هذا اللعبه، انك دائما تكون موفر حاجتك منهم، لا زياده ولا نقصان، تمشي الامور كذا. صدقني راح تفهم هذا الشيء مجرد ما تلعب. نرجع، معلش برضه شطحت عن المنطقه هذه. هنا عرفتوا حطب وايرون وستون. هنا مثل ما قلنا الحطب اللي يتحول من الخشب، وبرضه نسيت ما ابني. نيجي عند الفورستر، طبعا تشوفون علامه شجره كذا اكيد بيكون هنا موجود. يعني اكثر شيء عاجبني في المود، اكثر شيء ان السي سي هذا موفر لي شغله رهيبه اسمها الميني بيلدينج او المباني الصغيره. المباني الصغيره هذه مثل البيوت، تبغى خيمه تبنيها مثلا للهنتر، لكن طبعا بينجلدون في الشتاء. تبغى ميني ستورج، تخيلوا هذا كله
نفس الوظيفة بس يعني صغير كذا. هذا يفيد وين؟ يفيد مثلا نحطه قريب من الهنتر في نص المسافة بحيث ان هنتر ما يدق خط في كل مرة يصيد الى هنا. ضروري جدا انه يكون جنبه. وين هنتر هذا هو ينبني؟ خلنا نحط قدامه او جنبه، معليش انا ما اشوف صراحة، بس تقريبا في هذا المكان ستورج صغير كذا على قده بعشر خشبات، مجرد ما يتعبى يصير يجيبه الى الرئيسي. عندك ميني وود كتر، الود كتر هذا اللي اقصد لكم اياه اللي يجلس يكسر، هذا ضروري انه يكون جنب الخشاب بس شكله مو هو بعاجبني، راح احط واحد ثاني. فيشمان اللي هو صياد تقدر تحط منه صغير. اهم المباني كلها موجوده، يعني كذا يوقف مسكين على شو اسمه الخشب هذا ويصيد، ما يحتاج المبنى هذا كله بس اللي يفرق ايش؟ اللي يفرق ادائهم انتاجهم، بيكون شخص واحد بس اللي يشتغل تقريبا هنا بس، وانتاجه جدا ضعيف. هنتر بكبره تقدر تحط له خلاص خيمته، هذا عرفتوه حق ستراند الديب خيمه ونار ويضبط اموره. الجاذرر هذا مهم جدا، هذا وش يسوي؟ هذا بس يروح، خلنا نحطه جنب الفورستر سمول او ميني جاذرر، وهنا جنب هنتر ميني جاذرر. هذا لو هذا وش يسوي؟ طبعا هذا ما راح يزعج هنتر، يعني ما راح يزعج الحيوانات اللي يصيدهم هنتر. هذا تعرفون الاشجار هذه ترى فيها خير كبير، فيها توت وفيها 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 بتشوفونه بعدين، هذا يروح يلقط يجيب فواكه تفاح موز يجيب اهل المدينه، عرفت وكذا. فحطيت واحد هنا واحد هنا، راح نوظفهم بعد شوي مجرد ما يخلص بناء بيوتهم. جتنا علامة استفهام يعني بيت هنتر خلص، خلنا نحط اثنين من الهنترز في هذا المكان. طبعا المبنى يشيل ثلاثة بس مثل ما قلت لكم ودنا نركز على موضوع العمالة، اقل شيء يكون عندنا اثنين فاضيين في بداية اللعبة اقل شيء. عندنا بيوتنا لسه ما خلصت، موادها كلها جاهزة ولكن البلدر مشغولين. وين مشغولين؟ خلنا نشوفهم، نيجي نضغط على هذا نعرف وين هنتر البلدر. هذا لهم جايين يبنون البيت اللي مقابل البلدر الثاني، نفس الشيء. هذا الاثنين شغالين بنفس البيت حتى انهم ينجزون بصورة اسرع. طبعا اذا بنيت بيت ودك انك تسويه بعدين تضغط علامة البوز. علامة البوز هذا وش تسوي؟ تقول يا مهندس لا تبني، بس خلهم بس خل المكان هذا، ممكن اسويها على حركة البيت هذا، خليهم خمس بيوت نحدهم. ليه؟ لاني بنيت هنا بيتين فنسيطر على التكاثر وكذا. هذه مهمة صراحة. غير كذا عندك في هذا المكان بيكون إذا بنيت الخشبي في هذا المنطقة بالضبط تقدر تضغط ويتحول إلى الحجري اللي بداية المقطع نصحتكم تسوون هذا الشيء. وعندنا الميني فورستر بعد يا شباب، هذا كله المبنى اللي بنيناه قبل شوي تقدر تحط بس هذا بعشر خشبات، يعني المود رهيب صراحة يوفر عليك مواد لكن الشكل يعني تعبان جدا. وركشوب هذا مهم جدا، خياط أو حداد. هنا ميني سكول مدرسة صغيرة مرة، تشوف الطلاب وهم يدرسون في هذا المكان. خلنا نحط الميني سكول في هذه المنطقة، شكلها عاجبني صراحة زي الكراسي كذا راح تشوفونها بعدين. أهم مبنى في اللعبة اللي هو التاون هول، هذا راح تشوفون فيه تفاصيل كثيرة. بدون هذا المود راح يتطلب مواد كثير ومبنى كبير يكون تشوف فيه تفاصيل المدينة كلها، كم إنتاجك للسمك في السنة الواحدة والزراعة، فتفاصيل أبو التفاصيل. فهذا أهم مبنى راح أخليه في هذه المنطقة لين ما ربي ييسر الأمور ونصير نطوره، نعطيه هذه المساحة كلها بعدين حتى نتذكر أن بدايتنا في هذا المكان. الميني تريدينج هذا اللي يقول لكم يا شباب التجار يجون ويبيعون ويشترون عندنا، فممكن نبتدي بهذه المباني البسيطة ويصير يجوننا التجار. والله مش غلط، إذا شكلها ما عجبنا بعدين نغيره. وهنا المستشفى ما نحتاجها لكن برضه مش غلط كاستعراض، واضحة الهيلث تشوفونه 4.5 بدأ ينقص. هذا الميني ماين يطلع لك تقريبا الايرون الله العالم، هذا لازم يكون متصل مع جبل. وين الجبل هذا؟ هذا الجبل ممكن نرصه او نحطه في هذا المكان او خله كذا مقبل معانا في هذه المنطقة. طبعا انا بنيت شغلات كثير لكن راح اسوي لها بوز عشان بس نتذكرها في الحلقة الجاية. هذه كانت اول حلقة يا شباب، ما ودي انها تطول بزيادة، مصور انا ساعة ان شاء الله نقدر احشرها في 20 دقيقة او نص ساعة. هذه السلسلة يا شباب راح تكون يوميا ان شاء الله انزل عنها حلقة، وبعد كل 3 ايام تقريبا 4 ايام راح انزل لكم حلقة او تجربة اللعبة مختلفة حتى ننوع
في هذه القناة إن شاء الله. أتمنى من كل قلبي أن هذه السلسلة تنال على إعجابكم. ما مدانا نوصل للشتاء ونضبط الحطب والسواليف هذه كلها قبل للماب هذا يتغير كله ثلوج. إن شاء الله ما يموتون علينا بسبب البرد، ولكن راح نضبط الأوضاع إن شاء الله في الحلقات الجاية. صدقوني اللعبة تفاصيلها أكثر بكثير أني أغطيها أو أشرحها في مقطع، ولكن راح أشرح لكم كل شيء بوقته. هذه الطريقة راح تكون عملية أكثر وتوصلكم بصورة أفضل إن شاء الله. أشكر من تسبيل القناة وشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.